عجوان. الله حي شباب العجيب، احلى من يعنون وهنا.
هلا هلا مرحب ويا حصته يا بناوي
فيديو يا ميديا عجوز انا ابو عزام وجهك يا ابو هلال حبيبي أنا ما أقدر أنساك ولا أقدر على فرقاك حبيبي أنا ما أقدر أنساك والله ولا أقدر على فرقاك عمري انقضى بطلب رضاك صبري خلص وين ألقاك صبري خلص وين ألقاك لو ردت تروح لو ردت تروح بلين قلبي لو ردت تشفي جروح بلقاك داويني سمعني بس صوتك حبيبي عذبني سكوتك والله ما اقدر انا انساك ولا اقدر على فرقاك ايها الحفل الكريم حضرات السادة الافاضل اسعدت مساء واهلا ومرحبا بكم ابتهاجا ومحبة الافراح عشيرة العجيل وبدعوة من والد العريس السيد الاستاذ علي عنون ابو حسام وبمناسبة الزفاف عريسنا الغندور الفنان حسام الدين عنون ابو علي يسرنا أن نقدم إليكم حفلا فنيا ساهرا يحييه إليكم باقة من الفنانين طبعا سنقدم أسماء على التوالي فور ورود للمنصة وفور ورود لهذا المكان وكما يشارك الفنانين فرقة الأهرام الموسيقية بقيادة عازف البسخ الأول الفنان عمر سعد النون أيضا معنا عازف الأورج الشهير الفنان أحمد هلال أبو هلال أيضا وعلى العود وملك العود الأول الفنان محمد منغي أبو إبراهيم
أيضا عازف الكمنج الأول الفنان جلال زينب، أيضا مع عازف الكمنج الأول في مدينة حلب الفنان أحمد عجو، أيضا مع ضباط الإيقاع الداعي وتيب الدوخي والفنان عبد الأحمد أبو أحمد، أيضا مع ملوك الساحة طبعا على الطبل الفنان أحمد حشاش أبو محمد والفنان محمود رحال أبو رحال والفنان زيكو والفنان محمد أبو خالد. وكما ينقل إليكم ذكرى هذا الحفل تسجيلات وميكروفونات وصوت الأهرام، الأهرام إنتاج وتوزيع الفني أعزاز خلف المخفر بيدر دمير بزق الفنان عمر سعد النور، هاتف 750-358. أيضا وكما يغطي إليكم تصوير هذا الحفل وعبر الشاشة الصغيرة وحدة ميديا للإنتاج وتوزيع الفني حلب الشيخ مقصود، هاتف 4601-701 بإدارة المخرج التلفزيوني عبدو ميديا. مشوارك حبيبي أبت ما منا مشوار، مشوارك حبيبي أبت ما منا مشوار، يلي صوتك نغم وعيونك اتغال، اللي يحبك يا حسام اللي يحبك يا حسام يشوف القمر بالدار، واللي يريدك يا حبيبي لازم يغار. سجل هذا الحفل بتاريخ 10/4/2004 ابتهاجا ومحبة لآل عنون وشباب العجين. أهلا ومرحبا بكم، والوصلة الأولى ومطرب العراق طبعا ضيف شرف شرفنا من القطر العراقي الفنان صالح العيسى فليتفضل مشكورا. وكما أقيم هذا الحفل في مقصف الفجر في منطقة عزاز، مقصف الفجر للأفراح لصاحبه الحاج فيصل ويسي، هاتف 750-715-750-09. أهلا ومرحبا بكم، كما نرحب بالشاعر البراري محمد سكيف، وأهلا وسهلا بالضيوف جميعا طبعا بالنيابة عن العريس ووالد العريس وأخوة العريس. نرحب بكافة الضيوف بكافة الموجودين، ويسعدنا أن نرفع اسم آيات الحب والتقدير إلى سعادة الدكتور وسيادة الفريق الركن سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، إلو التحية وسلام. طبعا الفنان صالح العيسى يتفضل للمنصة مشكورا. تحيات شعبكم الشعب العراقي للشعب الحبيب الشعب السوري، نتمنى لكم ان شاء الله الخير والافراح دائما. دعوه حلوه من اخويا وصديقي العازف محمد عويرة، حضرنا هذا الحفل نتمنى للعريس حسام ابو علي زواج السعيد وبالرفاه والبنين، واجمل تحيه الى شباب العجيل، ونتمنى لكم الخير والافراح دائما في ظل قياده الدكتور بشار حافظ الاسد.
تحياتي صالح العز. شي غمض العين العين اليوم
شي غمض العين لي ولو طال الغياب شي غمض العين العين لي ولو طال الغياب يما يا يما وانا عيوني وانا عيوني زرعتها بعتبة الباب يا أبو وياهو الما صور احباب التراوالا هلي وهذا الغريب الحزن يا بضيم موال عزيزة دمعتك والله يا بغداد اي والله عزيزة دمعتك والله والله يا بغداد عزيزة دمعتك والله يا بغداد يا بوياه يرضى مدللت العرب تنذل باعوه بغدر أولاد الأنذال اي والله باعوك باعوك برخص أولاد الأنذال الأنذال أنا واحتارش أجاوب لو محبسا جاوب لا محب يسأل إذا من دمك ولحمك يا بابيك ويخون يا باش تترجى من الذي ما يستحي ويخجل شيوخ من العرب ما ضاعوا القرآن يا حي يا حي يا حي يا بشيوخ من العرب والله ما طاعوا القرآن يا بو خافوا لا كراسي الحكم تتبدى يا
الشعب الأسد باقي ويا العراق أخوان أخوان. يبوا خافوا لا كراسي الحكم اي والله تتبدل اي والله بس سوريا صارت للعراق اخوان لان بيهم شرف من قائد معدل سوريا انت الشرف يا بنت الشرف يا عم انت الشرف خل كل العرب تزعيال يا ابو والله انا محترق يابا ما باقي مني شي يابا ونيراني اللي بداخلي ما تنطفي بالمي انتظر فزعة محب يا يمه ويصير لي يا خي انا انتظر فزعة محب يابا ويصير لي يا خي يا عمي وين الإيدي تحترق يا يما وين الإيدي بالمي اي والله وين وين الإيدي تحترق يا بوان الإيدي بالمي انا اخوان كانوا الي سم خلطوا لي المي يا عمي اخوان اخوان كانوا الي يا بسم اخلطوا لي المي والله واخوان للاجنبي صاروا لخي البي اخوان كانوا الي سم اخلطوا لي المي يا بو اخوان للاجنبي للامريكي يا بصارة لخي البيت بس الشريف الذي اي والله بس الشريف الذي بالشدة من تنخى يصيح قبلك اذا في يوم مسك ايام يا بس الشريف الذي بالشدة من تنخى يصيح قبلك إذا في يوم مسك آه بشدة علينا جرت يابا بشدة علينا جرت عرفنا العدو من الخير وعرفنا يا شعب الأسد انتو الهوى وانتو الهوى والمي يما يا يا يما يا يما يا يا محمد ويا محمد شتليلي اشتيت عمه لك يا محمد ويا محمد شتليلي اشتيت عمه
أبو عمر يون يا حج عمر هابن البطيش والله فسبحان الذي رقاك عني فسبحان الذي رقاك
يدوم ولا غنى ويا محمد شنهو ذنبي بين عداي وترميني لك يا محمد شنهو ذنبي بين عداي وترميني لك تدري تعلمني والله وتاذني عيوني محمد حبيبي يا ابو جاسم يا محمد ويا محمد شتلي ليش تتعمى وين يا حمزة ابو يا حمزة شتلي ليش تتعمى ويا محمد خايف من الله محمد مو هذا الله بعيوني محمد حبيبي
وحي شباب بني دنون وشباب القيار واحلى تحيه عشان وهدي ورفعوا يا هلا زيكو. سالوني وقلت لهم سافر يا مو يرجع سالوني وقلت لهم سافر يا مو يرجع لا وعدي صبرني لا دمعاتي تنفع لا وعدي صبرني لا دمعاتي ولي سالوني وقلت لهم سافر يا مو يرجع سالوني وقلت لهم سافر يا مو يرجع لا وعدي صبرني لا دمعاتي تنفع لا وعدي صبرني لا دمعاتي تنفع هل بتفيكم روى لهو 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 شوفوا بحالي سوا لهو 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 شوفوا بحالي سوا والحب مو لا دمعات تنفع هل بتفيكم روى